ومزيد من المتابعه والقراءه والتفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحيه، يعني كيف ترصد لنا تطور العلاقات المصريه الرومانيه في الاونه الاخيره فيما يتعلق بالملف التعاون الاقتصادي؟ خالص تحيه يا فندم. يعني يمكن حجم العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر ورومانيا سواء على مستوى التبادل التجاري او حتى على مستوى الاستثمارات المتبادله، يعني اذا ما اخذنا سلسله زمنيه خلال العشر سنوات الاخيره هنجد ان هناك حجم كبير من التطور في هذه العلاقات اللي اوصل يمكن معدل التبادل التجاري ما بين الدولتين في العام الماضي الى 1.1 مليار دولار. يمكن الدوله المصريه ايضا بتحتل فيما يتعلق بالقاره الافريقيه بتعتبر هي الاولى بالنسبه للصادرات الرومانيه في القاره الافريقيه والمنطقه. رومانيا ايضا بتعتبر او بتحتل المرتبه 42 من اهم الدول المستثمره في مصر بحوالي 62 مشروع استثماري في راس مال يقدر بحوالي 224.1 مليون دولار. هذه الارقام انما تعبر عن حجم متزايد للتعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، يمكن بيعول كثيرا على تطور هذه الارقام بل ومضاعفتها في حاله تشكيل منطقه التجاره الحره القاريه استغلال الدوله المصريه يعني مدخلا مباشرا ومشروعا للنفاذ نحو الاسواق العربيه والاقتصاديه لما تمتاز به الدوله المصريه من علاقات في المحيط العربي ومحيطها الافريقي. كل هذه الامور يعني بتنبئ او يعني بتتنبأ بتزايد مطرد دكتور في حجم التبادل الاقتصادي ما بين الدولتين. طيب، يعني رئيس وزراء رومانيا حدد وقال صراحه ان لن يجد الجانب الروماني افضل من مصر فيما يتعلق بالتعاون والوصول الى الاسواق الافريقيه والشرق الاوسط. كيف ترى مستقبل العلاقات في ضوء الرغبه الرومانيه في مزيد من التعاون مع مصر فيما يتعلق في هذا المجال؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك العالم الان يتعامل مع الدوله المصريه باعتبارها المدخل الامن للنفاذ نحو الاسواق الافريقيه. يمكن تشين منطقه التجاره الحره القاريه واللي ضمت يعني اكبر ثلاث تكتلات اقتصاديه في افريقيا هي الكوميسا والسادك والاياك في شرق افريقيا في منطقه تجاره حره واحده بتعد هي الاكبر من حيث عدد السكان في تاريخ منظمه التجاره العالميه. هذا انما يمكن ان يضفي يعني مستقبلا كبيرا نحو النفاذ للاسواق الافريقيه اللي بتعد ما زالت حتى هذه اللحظه يعني معدل التبادل التجاري باعتبار انها الدوله القاره الاغنى في الموارد الاقتصاديه او حتى في الاستثمارات التي يمكن ان تستثمر داخل القاره الافريقيه. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.